ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ الحمد لله تمام. اهلا وسهلا. هنلعب 5 العاب. اللعبه الاولانيه لعبه معلومات، كل فريق هساله 3 اسئله او هقول له 3 معلومات، فيهم 2 غلط وواحده صح. المفروض انت تعرف مين فيهم المعلومه الصح. هسال اول فريق شو عمر، وبعدين نرجع لفريق فوزي وشو. 3 معلومات الاولانيين: منتخب الارجنتين هو اكتر منتخب خسر نهائي كاس العالم، ولا البرازيل هي الدولة الوحيدة اللي لعبت كل نسخ كاس العالم، ولا في 2 مدربين في التاريخ كسبوا كاس العالم مرتين؟ البرازيل هي اللي لعبت كل كاس العالم. البرازيل لعبت كل بطولات كاس العالم. اجابه صح. سهله والله. شكرا. معلش احنا هنبتدي من الاول. تعترض او حاجه؟ ماشي ماشي ماشي. اتفضل تمام. بالراحه بقى على الهدف. تاني سؤال. اتفضل. ايطاليا كسبت كاس العالم 54، ولا الاتحاد السوفيتي لعب نهائي كاس عالم، ولا البرازيل وايطاليا بس هما اللي كسبوا كاس العالم مرتين ورا بعض؟ البرازيل وايطاليا كسبوا كاس العالم مرتين ورا بعض، 34 38، البرازيل 58 62. اجابه صح. مصر شاركت في كاس العالم اكتر من هندوراس، ولا انجولا شاركت في كاس العالم مرتين، ولا منتخب هايتي شارك في كاس العالم قبل كده اصلا؟ انجولا ما شاركتش. انجولا شاركت مره واحده. يا عم ليه وات صوتي ليه؟ ده السؤال هنا احنا لوحدنا. مش عارف هو كده، هو ده الستايل بتاع انجولا. انجولا شاركت مره واحده ماشي، اللي هي 2006 ماشي، وهايتي دي ما شاركتش. الوقت هايتي دي ما شاركتش. استنى بس المعلومه الغلط. 5 ثواني. واحده صح. 4 ثواني. اول معلومه دي. 3 ثواني. مصر شاركت في كاس العالم اكتر من هندوراس، انجولا شاركت في كاس العالم مرتين، ولا هايتي شاركت في كاس العالم 90 و2018؟ مصر شاركت اكتر من هندوراس. اجابه غلط. ليه؟ مصر شاركت 3 مرات وهندوراس 3 مرات. طب ما منتخب هايتي اكتر منهم. المعلومه الصح هي الثلاثه الافارقه اكتر من الثلاثه. لا مؤاخذه، خلاص بقى خسرنا. خلصت خلاص خلاص بقى. الاجابه الصح هي منتخب هايتي شارك في كاس العالم سنه 74. كده 2 من 3. كده 2 من 3. إيه ومنهم واحده شوقي اللي جاوبها. ايه ده؟ لا شوقي ما جاوبش. معلش معلش، مش عايزين اعتراضات، بس الاخ اللي بيعترض ورا عايزنا خلاص خصم له نقطه. ماشي ماشي ماشي، ربنا يسامحك. اطلع بكارت احمر شوقي. الفريق الثاني انت صحصح معايا كده شويه. اتفضل يا باشا، عايزك تركز اهو عشان مش مجاوب. اتفضل. اول سؤال. اتفضل. السنغال بتشارك في كاس العالم للمره الرابعه في تاريخها، ولا جامايكا شاركت مرتين في كاس العالم قبل كده، ولا قطر هو الفريق الوحيد اللي بيشارك المره دي لاول مره في تاريخ كاس العالم من ضمن ال 32 المشاركين في النسخه دي؟ قطر الفريق الوحيد اللي بيشارك في كاس العالم لاول مره. اجابه صح. ما بتش اتكلم ازاي؟ ايوه عشان واثق فيه. هي السنغال شاركت 2002 و14 ودي 18. يعني السؤال ده فاكرينه المعلومه الثانيه ما خدتش بالي منها اصلا. السنغال البتاع ده متظبط. همشيه ماشي. انا حاسه بيعترض والله، من جواه بيعترض. لا خش بيتكلم باحترام بس من جواه بيعترض. مش هفتح بوقي. انا عايز استاذ احمد شوقي صحصح معانا شويه. يا باشا انا سبته هو يجاوب. المره دي جت، المره الجايه مش هتيجي. عيب عليك. السؤال الثاني. اتفضل. فرنسا لعبت ضد المجر في كاس العالم 78 بتشيرت مخطط ابيض فاخضر، ولا ايطاليا لعبت نهائي كاس العالم 82 بتشيرت ابيض، ولا الارجنتين لعبت نهائي كاس العالم 90 بتشيرت مخطط ابيض فازرق؟ هو الاخيره دي. هو الاخيره. اجابه غلط. طبعا مش هتكلم في الخطط. قايل لك ولا ايه؟ هو ايه اللي مخطط ومخطط؟ يا كابتن انت معلش انا اسف. الحلقه الوان هو قال لي الاجابه. يا عم انا بس الضاره اصلا. ايه يا عم ده؟ منتخب كوبا لعب كاس عالم 38، ولا المانيا غابت عن المشاركه في كاس العالم مره واحده، ولا انجلترا ما غابتش عن كاس العالم من سنه 82؟ كاس العالم 38. معلش يا باشا، الاجابه دي متسربه من قبل الحلقه. الاجابه دي متسربه من قبل الحلقه. حصل الاجابه دي اتقالت قبل الصراحه. حصل اصلا الورق طلع. انا بص الورق طلع زي ما هو. خدت اول ورقه. لا 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 لا، السؤال ده اتسال اصلا. الاجابه دي ثلاثه. بقول لك ايه، معاك رقم الفيفا؟ انت شفت؟ ابعتها لهم. ناصر صباح الفل.